عن شهد أبو دبس هدافة الدوري الإماراتي ونجمة المنتخب الأول. نتابع التقرير التالي لمحمود علق. غزارة في الأهداف، وصلت إلى 27 هدفا خلال 5 مباريات فقط في الدوري الإماراتي النسوي. صنعت من مهاجمة نادي الوحدة للسيدات شهد جاسم بودبس نجمة دون منازع. المباريات كانت يعني جيدة جدا، واستفدنا وايد من الدوري هذا اللي يمكن أنجح الدوريات اللي بدينا فيها. وطبعا هالأقوال يعني ما بتي إلا مع التمرين، يعني نحن ما شاء الله كابتن حورية الطاهري ما قصرت معانا، وتدريبات مكثفة. وجود عدد لا بأس به من اللاعبات المحترفات في الدوري الإماراتي للسيدات سواء من القارة الأسيوية أو الأوروبية شجع شهد على المثابرة والسعي نحو التألق مع رغبة في الوصول إلى العالمية. أكون يعني من أفضل اللاعبات الموجودات في الإمارات، وإني أوصل للمستوى الاحترافي. يعني بعدني ما وصلت للمستوى الاحترافي، بس أن أتمنى أن أوصل للمستوى، فهذا إنجاز لي أن هدافة وفي الدوري، ومستانسة أن يعني أن الهدافة إماراتية مش لاعبة أجنبية. لكل رياضي نجم وقدوة، وشهد اختارت الساحر الأرجنتيني للسير على خطاه. أحب لعب ميسي، وكيف أقول لك يعني هو كان عنده مشكلة في حياته، فهو تقلب على هالمشكلة ووصل ما شاء الله، يعني خذ يمكن من أكثر اللعيبة اللي خذ أفضل لاعب في العالم، فهالشيء يعني كان إنجاز من الناحية الكروية، ويعني كان قدوة لي إن كيف تقلب على الصعوبات، لأن إحنا بدولتنا خاصة عندنا صعوبات الكرة النسوية في بلادنا. من يعرف جيدا الرياضة النسوية في الإمارات لا يستغرب توهج شهد، لأنها تنشط أيضا في المنتخب الإماراتي لألعاب القوى في السباقات المتوسطة والنصف الطويلة، كما فازت بلقب أفضل رياضية في مسابقة الكروسفيت.